اخيرا العشره دابا قضينا التيكي ديالنا، غادي نمشيو دابا نديرو البوردين باس. ديك الساعه غادي نتحركوا ان شاء الله باش نمشيو للبلاصه فين غادي نوقفوا، وغادي نتسناو في لاصه الطون. من بعد غادي نتحركوا، غادي نطلعوا في الطياره باش نمشيو للوجهه الجديده. اول مره غنخرجوا المغرب، وهذا هو البلان اللي قلت لكم من مورا عمر في باورد فهاد الصيف. دونك شي حاجه زوينه بزاف، السفرات واعرين. دونك يلاه نتحركوا دابا نمشيو نديرو البوردين وغادي ندخلوا. او يلاه نطلعوا نمشيو لجهه الطياره. دزنا من كاع دوك لو ماركوم وخدينا البي وخدينا كلشي، دابا غادي نهبطوا لتحت باش نمشيو نتسناو في لاصال لوطونت. وديك الساعه غادي نمشيو نطلعوا الطياره ونتحركوا عند الدراري لديك الدوله اللي قلت لكم. دونك السيف ديال التصافيرات وديال لي فلوغ وديال داكشي كامل غادي نهبطوا دابا لتحت باش نمشيو. مازال ما غنقول لكم الدوله فين غنمشي. دونك يلا تحركوا معايا وخليو معاكم واحد اللايك، خليو هذا الفيديو يوصل 5000 لايك ونقربوا ل 100000 ابوني. يلا معايا. ها هي الطياره قربت تطلع، دابا غادي نمشي نطلع نمشي للسما. ومعايا واحد العشير حتى هو من 20 شافني وقال لي عبد الصمد ديديكاس لي من هذا الفلوق هذا. ودابا غادي نمشي نطلع هذه هي الطياره. دابا الربعه قربت 4:55 دقيقه في مطار محمد الخامس، وغادي نوصل ان شاء الله مع 11 لديك البلاصه اللي هي ديك الدوله. المهم يلا خرجنا من كازا لويجها، مازال ما غنقولها لكم حتى نوصل لديك البلاصه. وواحد الشيء معنا من طنجه صح. تبارك الله عليك، الله يحفظك. تبارك الله تبارك الله، انت على الناس ديال الشمال راه زوينين. الله يحفظك. المهم غادي نتحركوا لديك البلاصه. دابا ما غاديش نقول لكم فين غادي، راه من اللي بدات البلوك وانا ما قلتش لكم فين غادي حتى نوصل لديك البلاصه. حتى واحد داك الوقت كاين من هنا راه واعر بزاف، وداك الشيء اللي كاين فاش نوصل غنقول لكم فين البلاصه وشنو هي ديك الدوله فين غنمشي. واخيرا وصلنا. خدنا يا خويا غادي دابا صافي وصلنا البلاصه فين غادي نهبطو في المطار. اخيرا يا خويا حنا هبطنا وصلنا. وصلنا في الماء ولكن لحد الان مازال ما قلت لهم انا فين غادي. لا مازال مازال حاجه مظلمه. الله يحفظك. المهم دابا حنا غاديين نمشيو، من بعد نقول لكم فين كنوصل. المهم وصلت لواحد الدوله اللي هي والله ما نقولها لكم حتى نوصلوا لذاك الداخل، عاد نقول لكم فين غاديين. كيف وصلت؟ رجعنا حنا هبطنا عرفتي. هذا اللي قلت لكم واحد الطياره، كنت قلت لهم واحد الدري تلاقيت معاه كذا. انت دزتي معنا. فكرني بالسميه ديالك. عالي 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 دي كاس عالي من كازا. احنا احبابي في كازا عشيرة. هذا احنا نقول انت صافي نقول لهم دابا فين هبط، حيت من الاول في البلوك ما قلت لهمش. تركيا اسطنبول اخويا. مرحبا بكم في اسطنبول. وغتشوفوا معايا في شي بلوك في اسطنبول هذا عادي. يلاه مشينا. بابا انا على السلام عليكم خويا، مرحبا بكم. الله يحفظك. يلا تهلا سير. الله حبيبي الله يحفظك. فين صافا مزيان. الله يسلمك. على سلامتك اخويا على السلامه اخويا. عرفتي غادي اش داروا لينا تما اخويا؟ اش داروا لك اخويا؟ حيضينا الباسبور تسنى واحد شويه وبوليسي كيدوي معك بالتركيه. دابا صاحبي بالانجلي ما فهمت ما ديت ما جبت. واحد الدريه هي اللي كترجم ليا. ناري كنعرف انا هذيك حصلوا الدراري راه يقولوا لي هنايا كيقولوا لي انا هذيك كنفهم هذيك تمام صافي اخوتي. مرحبا بالسعف في الصمال ديالو هنايا في تركيا. الله يحفظك. مرحبا بك حبيبي. يلا عطيهم ما قلت لهم جيت ما قلت لهم وصلت تركيا حتى تال دابا تال تال. مرحبا بكم الخوت. الله يحفظك عاود فيصل حبيبي. مرحبا بك. خلينا الصيف في المغرب وجينا لقينا عاوتاني هنا في تركيا. الشباب بيت عندنا والله الا راه خليت زعما الصاد في اكادير وكازا وداكشي وجينا لقينا عاوتاني الصاد هنا كاينه. لازمنا شي بيسين يا خويا ضروري قريب ياك نتبحروا. ضروري شندير
شنو خايف خايف؟ شوف انا روعت الناس اللي كيتفرجوا فيا خصني نمشي انطاليا وربي كبير صافي نمشي مشات مشات صافي عقلو عقلو راه غنمشي وانا وياه لا لا واخيرا العشرين وصلنا تقسيم هذه هي الساحه اش سميت هذه البلاصه هذه الساحه هذه واش شنو سميت هنا هذا ميدان الاستقلال هو سميتها الاستقلال هنايا هو يلا هبط انت كيما سيز بار 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 مرحبا هلو بروس تركي تاكسيم سيز نابيونس اي ساو نابيورسن هي كانكا نايتوس باشتن جانن جانلي دوست مملكتنا فاصل وراني ليه؟ ها؟ وراني ليه؟ وقال لك فينا يا جاسة المغرب ايه بليميور منو ليه؟ سان بليميور فاس بليميور نردي؟ والله؟ ايه؟ مملكة فاس سان بليميور يو والله ما فهمت حاجه ايه مرحبا ابي بني مملكة شكون لي اورد واه شوك زلدم بالمدم زلدم ممنون اولدم كارديش اسمني فيصل بيم دي سيف تنين صمد اب صمد ايوه اب صمد فيصل مرحبا مرحبا تشكر ديرم ابي اي والله ترى بزاف كي درتي اخويا كي درتي اخويا تو وليتي انت كدوي مع بحال على الطريق عادي شوف كتضحك مع الناس كتهضر معاهم الخدمه فهمتي يلا يلا دغيا كتعلم هذا اللي سيرفيس فيه ونا الخوت ما زدتوش عليه راه شوي المهم عشان نكملنا الفلوق ديال اليوم من هنا او فيصل هو حتى قصيت مزيان وباقي خصني نمشي نعاود نقصي ترى من 10 الصباح وانا صابر المهم هذه هي تقسيم هذه الساحه ديال الاستقلال او كاين فيه واحد الشارع اللي هو معروف بزاف اللي هو شارع الاستقلال المهم هادشي تشوفوا في الفلوقات الجايين دونك خلي واحد لايك واحد ابوني تابوني مازال ما تابوني تابوني خلي واحد الجرس ترى لي فلوق ديال تركيا غتبلبل ياك اخويا فيصل كاينه البلباله البلباله واه شوف غتدخلوا عنده الديسكريبسيون تلقاو لاشين ديالو تا هو راه ضروري خصك يدير لي فلوق معايا ياك ضروري ضروري وتسنى واحد الحاجه اللي هي خليها حتى الفلوق الجاي نقولها لكم الصباح هذا فقط عيان عيان ديال بصح ناس ناس تشبعت ناس وكان عندي داك السيستم ديال الناس ديال المغرب ولكن فقط هنا فواحد الوقيتة اللي هي 11 وفي المغربية 9 الصباح المهم الجو هنا واعر بزاف في تركيا شي حاجة اللي هي واعرة انك تدوز هنا واحد الوقيتة اللي غندوزو هنا ان شاء الله وغادي ندير لكم دي فلوغ ان شاء الله غنحاول كل نهار نلوح لكم فلوغ الى قدرت المهم الفلوغ ديال اليوم واعر بزاف ان شاء الله اللي غادي يتصور ما اللي غادي نصور ان شاء الله وشي حاجه تكون زوينه وما تنساوش ديما لايكي ولايك ولا فيديو بارطاجيو لي فلوغ ديالي مع صحابكم حيت هاد الايامات اللي غندوز في تركيا غنولي ندير فيها دي فلوغ زوينين انا نولي نبارطاجي معكم كاع البلايص اللي غنمشي ليها وغنولي ندير فيها لي حوايج اللي هما زوينين وغندير فيها اللي هي واحد الحاجه اللي هي ديستراك اللي هي الفيديو كليب ديالي ان شاء الله اللي جاي غيدار هنا في تركيا شي حاجه واعره شي حاجه زوينه بزاف وشكرا بزاف لفيصل اللي رحب بيا وجا عندي حتى المطار وشكرا بزاف ليه وشكرا لكاع لاي واحد تلاقى معايا وقال لي عبد الصمد كنتفرج فيك كدا في الطياره وفي المطار واحد الحاجه اللي ما عجبتنيش هنا ان هنا في المطار ما كيهضروش باللونجلي كيهضروا معايا باللغه التركيه انا ما فاهم فيهم والو ما ديت ما جبت المهم شي حاجه واعره اللي هي انك دوز هنا واحد الوقت زوينه وتسناو لي فلوق الجايين غيكونوا زوينين غادي نحاول نبارطاجي معكم ما امكن كاع البلايص اللي غنمشي ليهم نحاول نسافر البلايص اللي هما بعاد على اسطنبول باش نبارطاجي معكم كاع البلايص باش ما نبقاش غير في اسطنبول غادي نمشي للبلايص الاخرين غادي نبارطاجي معكم بلايص اللي زوينين هنا ونوريكم شحال التكلفه شحال تخسروا هنا ونوريكم شحال من حاجه داكشي زوينه نوريكم شنو شفت دابا المترو هذاك هو المترو هذيك هي افضل وسيله انك تجي تمشى بها هنا في تركيا والطاكسيات ما تمشيوش عندهم نصابه ما يدي لكم فلوسكم واللي يعطوك فلوس مزورين هادشي اللي قال لي واحد الدري صاحبي قال لي اللي عطيتيه فلوس يقدر يعطيك فلوس مزورين داكشي علاش ما تدخلوش الطاكسيات سيرو المترو وهنيو ريوسكو هنا كنقول لكم تشاو تشاو تلاقاو ان شاء الله فيديو الجاي وما تنساوش ديروا واحد لايك لايك وتابونا ودير الجرس اللي مازال ما دار الجرس باش توصلكم لا فيديو على شكل نوتيفيكاسيون في الدقيقه ولا الثانيه الاولى والتوصل الجديد ديالي اللي غندير هنا في تركيا وحاولوا ديروا داك الجرس داك الفوقاني ال زعما يوصلكم كاع لي نوتيفيكاسيون ما وصلكمش على شكل بيرسوناليزي مره هي مره لا مره ما وصلكمش هادشي اللي بغيت نوصل لكم وطلعوا يوفيسكم تلاقوا ان شاء الله فيديو جاي بيس لكم الى اللقاء